Hi again, welcome you back. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, lesson 5, page 68. Zindras and Yom, Safhat Mano 16. 68. Okay. And we understand Fawzi's first meal in Japan. Fawzi's first meal in Japan. Then Fawzi's first meal. Meal means وجبة وجبة الطعام إذن أول وجبة الطعام لفوزي أين in Japan في اليابان. Okay, listen and read then look for the differences between Japan and Libya. إذن من خلال النص هذا بعد ما نقرأه راح نسوي نحن مقارنة ونعرف فرق العادات. Okay, between Japan and Libya, بين ليبيا واليابان طبعا العادات الطعام. نقرأ نشوف الصورة الأولى. Mr. Mrs. Ono, إذن السيدة أونو هي والدة يوكي قالت Come and eat, Fawzi. Come and eat. تعال وتناول الطعام يا فوزي. Are you hungry? هل أنت ماذا جائع فوزي؟ Yes, I am. نعم أنا جائع. But where do I sit? Where do I sit? أين سأجلس؟ يوكي قال We do not sit on chairs. We do not sit on chairs. نحن لا نجلس على chairs الكراسي. When we eat عندما نأكل. لك ماذا نفعل؟ We kneel on the floor. لاحظوا هذه الجملة جديدة علينا. We kneel. Kneel بمعنى نحن يعني باللغة العربية نحن نسميها أنه نجلس القرفصاء. نحن نجلس على أرجلنا يعني. We kneel on the floor. إذن نحن نجلس على الأرض. Like this. هكذا. بهذه الطريقة اللي يجلس فيها يوكي. فوزي I see. حسنا فهمت. We sit on the floor in my house. نحن نجلس على الأرض. أيضا في بيتي. أيضا في ليبيا نحن نجلس على الأرض. طيب. Mrs. Ono قالت Let's eat then. دعونا نأكل. فوزي What are these? What are these? ما هذه؟ يوكي قال Chopsticks. Chopsticks. Chopsticks هي العيدان. عيدان الطعام في اليابان. بنسميها chopsticks. Chopsticks. In Japan we always eat with chopsticks. نحن في اليابان دائما نأكل باستخدام الإيش chopsticks. فوزي. Oh, in my country في بلدي يعني في ليبيا we usually نحن ماذا عادة usually eat with knives, forks and spoons. Knives, knife, سكين, سكاكين, fork. شوك شوكة spoons الملاعق إذن نحن عادة نأكل بالسكاكين والشوك والمعالق طيب فوزي قال It's harder with chopsticks إنه صعب باستخدام chopsticks العيدان صعب الطعام فيها لاحظوا كيف يسقط الطعام من العيدان لا يستطيع فقال يوكي You will learn You will learn سوف تتعلم معك شوي شوي تتعلم فوزي Or I will be hungry فوزي وإلا سأبقى جائعا يعني إما راح أتعلم كيف أكل في العيدان أو سأبقى جائعا فوزي This is very nice fish هذا سمك جميل جيد طيب How do you cook it؟ كيف طبختيه؟ Mrs. Ono We do not cook it We do not cook it نحن لا نطبخ السمك نحن لا نطبخه This is a raw fish raw يعني نيء هذا سمك نيء We eat it with a sauce. نحن نتناوله مع السوس يعني مع الحساء تقريبا أو نوع من السوس يعني. نحن نتناوله مع السوس. طيب. ننتقل للصفحة التالية. Okay. فوزي. Really at home my mother always cooks the fish. في بلدي دائما أمي ماذا تفعل؟ تطبخ السمك في بلدي دائما أمي تطبخ السمك نطبخه بينما في اليابان يأكلونه نيء. Mrs. Ono, well sometimes I cook it. أحيانا I cook fish. أحيانا أنا أطبخ السمك. But I like it this way. ولكن أحبه بهذه الطريقة يعني نيء. فوزي, do you cook the meat? هل تطبخين اللحم meat اللحم؟ Mrs. Ono, of course. بالطبع we always cook meat. نحن دائما نطبخ اللحم. إذن اللحم لا يتناولونه نيئا يطبخونه. Have some of these vegetables. تناول بعض من هذه الخضروات. فوزي, oh thanks. شكرا.
Well, it's different from my from home. إنها مختلفة عن بلدي. Home يعني المقصود فيها عن منزلي أو بلدي عن ليبيا يعني. But it tastes nice. ولكن طعمها رائع. طعمها رائع. إذن هذا كان بالنسبة لدرس اليوم. أول وجبة لفوزي في اليابان. الآن في عندنا قاعدتين. طبعا تكلمنا عنها نحن سابقا في الدرس السابق. راح نشوف. إذن العنوان القاعدة هي adjectives. الصفات. Adjectives are words. إذن الصفات هي عبارة عن كلمات. That are used تستخدم لإيش؟ To describe people لتصف الأشخاص or things أو الأشياء. إذن الصفات هي عبارة عن كلمات تستخدم لوصف الأشخاص أو الأشياء. مثلا example, some people wear very traditional clothes. إذن بعض الأشخاص يرتدون ملابس تقليدية. لاحظوا كلمة traditional تقليدية هي صفة مين؟ صفة كلمة ملابس. ملابس هي شيء. Okay, فوصفنا الشيء بتقليد. Mr. Ono was very kind. السيد أونو كان لطيفا. كلمة لطيفا تصف من؟ تصف السيد أونو اللي هو إيش؟ شخص. إذن تصف الأشياء أو الأشخاص. ننتقل للقاعدة في الأسفل. Adverbs الظروف. الظروف أو ظروف التكرار. Adverbs of frequency. ظروف تكرار طبعا إحنا مروا معنا في الفصل الأول. Sometimes, always, usually, never. هذه الأشياء. طيب نشوف استخدامهم. Adverbs الظروف are words هي أيضا كلمات that are used تستخدم to describe لوصف how often actions happen كيف إذا لتصف كيف تحدث الأشياء يعني بمعنى آخر تصف الأفعال نحن قلنا هوني الصفات تصف الأشخاص أو الأشياء بينما الظروف تصف الأفعال كيف يعني مثلا I sometimes هذا هو الظرف sometimes I sometimes cook fish أنا أحيانا أطبخ السمك كلمة أحيانا ماذا تصف؟ تصف كلمة تطبخ متى تطبخ؟ أحيانا إذن هذا كوك هي عبارة عن فعل فاللي وصف الفعل من هو؟ هو الأدفيرب مثال آخر We always cook the meat نحن دائما نطبخ السمك أيضا كلمة always من وصفت؟ وصفت كلمة نطبخ اللي هي إيش؟ عبارة عن فعل أوكي؟ مثلا أعطيكم مثال آخر منقول مثلا I drive the car slowly. أنا أقود السيارة ببطء. كلمة ببطء slowly هي بنسميها adverbs. كلمة ببطء من وصفت؟ وصفت كلمة أقود. أقود هي فعل. Okay. بينما مثلا نقول هذه سيارة بطيئة. نقول this is a slow car. كلمة slow هنا تصف الكار اللي هي الشيء أو الشخص. طيب. في عنا الواجب في الكتاب الثاني. خلينا نشرح يكون إيش هو الواجب. الواجب راح يكون في الصفحة تقريبا هذه لاحظوا الصفحة 69 صفحة 69 هو واجبنا أولا التمرين A أولا من نقرأ هذه الجمل ونشوف هل هي تناسب اليابان أم ليبيا ونحدد إشارة صح مثلا People kneel on the floor when they eat الناس يجلسون على أرجلهم يعني على الأرض when they eat عندما يأكلون أين في اليابان In Japan or in Libya ما نحدد نحن الصح ونقرأ باقي الجمل نفس المبدأ في التمرين اللي بعده Complete these sentences with إذا رح نتكلم عن هذه أو نكمل هذه الجمل الفراغات باستخدام ثلاث أشياء شوف الأشياء خلينا نحدد لكم إياهم إذا الأشياء هني أو الكلمات هني Always, sometimes or never دائما, أحيانا, أبدا نستخدم هذه الكلمات في الفراغات مثلا People بعدين في عندنا gap فراغ kneel on the floor when they eat يجلسون على الأرض عندما يأكلون دائما أم أحيانا أم لا أبدا مطلقا نستخدم الكلمة ونكتب الشيء الصحيح إذن هذا هو واجبنا A and B A and B على الكتاب اليوم ما في عندنا واجب على الدفتر مشان ترتاحوا شوي إذن هذا واجبنا صفحة 69 A and B نكون لهون وصلنا لنهاية الدرس نلقاكم في الدرس القادم see you next time thank you bye bye